السلام عليكم. حبيت في هذا الفيديو يعني حبيت ننوع في القناة هذه باش من اخترت رياضة اخترت ثقافة وذوكا حبيت يعني حاجة تاع التكنولوجيا. هذا المكيف هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذايا راهم يديروا عليه الاشهارات. حبينا نعرفوا اسكو صح ينفع ولا ما ينفعش. دوكا نشوفوا يعني هشوفوا كيفاش داير هذا المنتوج. هذا شغل مكيف يعمل بال يعني نقدروا نديروه بالماء ولا يعني نقدروا نديروه بالماء. مو هذا شوف كيفاش داير. منا عنده خيط USB. هذا الخيط هذا نديروه عندنا خيط منا هذا نبرونشيه في الشارجور كما راكم تشوفوا في الشارجور. يعني يشعل. واش عندنا؟ عندنا هنا طوا بوطون في الكفالي. بون هادي تسمى شغل ماشي قفله هادي يعني عندنا وحده زوج ثلاثه هادي ماشي قفله هذا شغل سينيال شغل قفله بصح هو سينيال. هنا يشعل الضوء يعني تمد الانوان كيما نقولوا جو دو لوميير كيما هكذا كي نعبزوا عليه هذه يعطينا جو دو شارج جو دو لوميير تغير الالوان. وهذا لا فيتيس السرعه تاع الفونتيلاتور يعني كاين ميم واحد داخل هنا لي فيتيس تاعو يتغير عنده طوا فيتيس. وهنا يعني بان السينيال شغل السينيال تاع درجة تاع السرعة. منا كيما راكم تشوفو هنا نديرولو الما هنا منا نديرولو الما ومنا بون هنا كاين شغل دي فيلتر. شوف كيفاش يجي نقدروا نشوفوه نشوفو كيفاش يجي. كاين شغل دي فيلتر لهنا تشوفو فيهم شغل دي فيلتر ومنا هاو كاين المروحة راهي من الداخل كيما راكم تشوفو فيها. كاين هنا مروحة فونتيلاتور شغل فونتيلاتور راكم تشوفو هاكا هكذا. وهنا شغل دي فيلتر ها دي فيلتر شغل الفيلتر هاكا معلو نشوفو اسكو عندو الجدوى يعني اسكو مهم ولا لا لا اسكو يستهل باش واحد يشريه. هنا دي فيلتر وهادو يتنحاو على كل حال هادو نحيو نبدوه ومنا يعني نزغدو تاع الهواء نغيرو منو الهواء وكان سيو نشعلوه كاع نشعلوه نبداو منا نديرو الماء هاهو هنا الماء كيماكم تشوفو نفرقوه دوكا نسيو نشعلو نبونشيو هذا شارجور
ماشي بين في الكاميرا ماشي في الشارجور. ها وش عندنا؟ اكو تسمعو انا اش عندنا دوكا نشوفو اسكو يبرد ولا ما يبردش. عندو طوا فيتيس واحدة زوج ثلاثة. أولا الديفو الأول عندو الحس كما راكم تشوفو عندو الحس عندو الصوت يعني عندو الحس عندو طوا فيتيس. هنا نطفوه ومنا شغل الأضواء يشعل الأضواء. والحقيقة شوف نقولها لكم صراحة واحد يقول الحق شغل فونتيلاتور هي ما كاش منها ماشي كيما كليماتيزور ما يبرد ما والو باسكو سييتو ديجا كي يكون الهواء سخون شغل فونتيلاتور. دونك الحقيقة يعني نحسب انا واش سييتو كاع دونك كاين طوا فيتيس برد شغل كيما فونتيلاتور شغل فونتيلاتور يمشي كي الفونتيلاتور. دونك يعني ما يخلعوكمش يعني بس بكل صراحة نقول لكم بكل صراحة وكنا شريتو مي بصح يعني ما كاش منها يعني هذه تاع كيما كليماتيزور ماشي كليماتيزور. شوف هذا تخيلو فونتيلاتور شغل راك شريت فونتيلاتور صغيوة هذا ماك يعني باش تكون لي برد ويمد النسمة الباردة وكاعها يعني كيما كليماتيزور ما كاش منها سيرتو كي يكون الجو سخون كي يكون الجو سخون مثل تشرب كيما فونتيلاتور. انا سييتو على حسب واش سييتو هذا اللي انا اللي سييتو شغل فونتيلاتور راكم تشوفو خاوتي هذا هو تسمعوا الصوت تاعو ويمشي كما قلت لكم بالفيش بالخيط اي اس بي. من هنا الهواء نقدروا هنا نبدلوا دو طوا فيتيس يبدل هو كي فونتيلاتور شغل فونتيلاتور ومن هنا وشوف من لوكي باش داير نشغل جو دو ليميير نشغل جو دو ليميير. خوتي واش نقول لكم حقيقة يعني ماشي كيما راهم يقولوا ما كاش منها ما كيما شغل ما كاش منها يعني ماشي كيما كليماتيزر ما كاش بالك يحشوكم ولا ماشي كيما كليماتيزر. هذا شغل فونتيلاتور انا هكذا حسب التجربة تاعي شغل فونتيلاتور كما قلت لكم هنا الماء الله يخرج الله يخرج بصح شغل فونتيلاتور فوالا شغل فونتيلاتور هذا هو هذا واش كاين هذه هي الحقيقة. انا ما نقولكمش انا حاجة كليماتيزر كيما راهم يقول دي فوا تلقى في الاشهار يقول لك كذا ويبرد وكذا ومانيش عارف واش يدير لا لا مكاش منها جا سييتو من قبل في السخانة ما كان والو سو فونتيلاتور كي يكون سخون الهواء سخون كي يمد لك هواء سخون يعني شي حاجه ما كاش منها هذه وشكرا. وين لقيت حاجه اخرى يعني هكذا ماتيريال هكذا ولا نكشفوا الحقيقه تاع نسيي نكشف الحقيقه تاع هذو المواد هذو
المنتوج هذا المنتوجات هذا اللي راهم يجيبوهم لنا يديروا لهم اشهار ضخم وفين تكون ما كاش منها. انا نسي كي تطيح في يدي حاجه هكذا نسي وما تنساوش ما تنساوش اللي مازال ما شافش القناه يشارك القناه باش هكذا باش تشجعوني باش ندير هادو هادو الصوالح كيما هذا. هذا بديت انا بهذا يعني نقول لكم يعني بصراحه ما كان مكان يعني بصراحه. شكرا.